بدي ارحب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة في جهود واضحة جدا بتتم خلال الفترة الحالية من جانب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لبحث الترتيبات والاستعدادات لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، اللي هيتم عقدها تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة. خلينا نعرف ايه اخر الاستعدادات لهذا المؤتمر الهام، ايه ابرز المشاركات اللي هنشوفها في المؤتمر، ايه اللي هيستهدفه المؤتمر لدعم الصناعة المصرية. كل ده نعرفه من السفيرة بيلا مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللي منورانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير معالي الوزيرة، واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو تعرفين يا فندم ايه اخر الاخبار والمستجدات للاستعداد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعه؟ الحقيقه تستعد وزاره الهجره لتنظيم النسخه السادسه زي ما حضرتك ذكرتي من سلسله مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان مصر تستطيع بالصناعه. والحقيقه ان كل نسخه من نسخ مؤتمرات مصر تستطيع بتتماسى مع اهداف واستراتيجيات الدوله، وبالتأكيد أنه تكليفات القيادة السياسية للحكومة المصرية بتوطين الصناعة في مصر كان لابد أن تكون النسخة السادسة بتتحدث عن الاستفادة من خبرائنا في الخارج في مجال الصناعة طبقا لهذه التوجيهات والتكليفات. الحقيقة استغلنا برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية اللي حضرنا برعايته لهذا المؤتمر، والمؤتمر إن شاء الله سينعقد في أواخر مارس المقبل، وبالتأكيد يعني اللجنة المنظمة داخل وزارة الهجرة بتستغل لي يعني طبعا الجلسات تنظيمها المشاركين. هذه النسخة هي نسخة بالمشاركة والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبالتأكيد أيضا شركاء لينا آخرين داخل الحكومة وأيضا من يعني اتحاد الصناعة، من الهيئة العربية للتصنيع، بالتأكيد وزارة الإنتاج الحربي، الغرف التجارية، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، لانه زي ما حضراتكم عارفين احنا بنستعد لكوب 27 ان شاء الله في نوفمبر القادم، فلا بد انه احدى الجلسات تتحدث عن الصناعه الخضراء. طيب سعاده السفيره الوزيره نبيله مكرم، يعني بصبح على حضرتك في البدايه، ويمكن يعني الواحد بيكون سعيد لما اسمع من حضرتك دلوقتي ان في تضافر ما بين الوزارات المختلفه والمؤسسات والجهات المعنيه للعمل على يعني ملف من الملفات المهمة بتوجيه من السيد الرئيس، وهو فكرة التوطين، توطين الصناعة، لأن دي ليها مردود وعائد اقتصادي كبير جدا. عاوز أعرف من حضرتك بقى الخبراء يعني الدوليين المصريين المقيمين في الخارج اللي هيتم استدعائهم في النسخة السادسة من المؤتمر. صباح الخير يا أستاذ أحمد. الحقيقة سؤال مهم، لأنه إحنا قسمنا جلسات المؤتمر لصناعات معينة تحديدا عشان نقدر نجيب الخبراء في هذا المجال. أنا بس عايزة أقول أنه سهل أنه في الخارج تلاقي أطباء، تلاقي مهندسين، تلاقي مستثمرين، إنما من الصعوبة أن أنت تلاقي متخصصين في مجالات صناعية معينة. عشان كده يعني لازم أحيي فريق العمل في وزارة الهجرة، والحقيقة مع الأطراف المشاركة اشتغلنا كلنا عشان نقدر نجيب متخصصين على سبيل المثال في جلسة الصناعة الخضراء، في جلسة المركبات ووسائل النقل، في جلسة الصناعات الطبية، الصناعات التكنولوجية، طبعا صناعة الثروة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل. والحقيقة أنه أيضا السيد الرئيس وجه وزارة الهجرة أن يكون هناك جلسة خاصة بإفريقيا، فإحنا كمان بنتكلم عن التجارة المرتبطة بالصناعة. نعم. وإزاي إن إحنا نفتح أسواق تصديرية للقارة الأفريقية. كل جلسة يا أستاذ أحمد مش بس فيها هيكون من المشاركين من المصريين في الخارج، ولكن أيضا من الدولة، من ممثلي الدولة في هذا المجال في الجلسة الخاصة بكل صناعة، وأيضا القطاع الخاص. ولأول مرة في هذه النسخة بيتم يعني أيضا الحضور من الشركات الأجنبية العاملة في مصر اللي دخلت مصر، وطبعا إنها تتكلم ده لتبادل الخبرات وفكرة المعوقات والتحديات اللي كانت قدامها. تبادل الخبرات، إنما كمان الشركات الأجنبية هي فرصة للترويج للدولة المصرية.
صحيح. وفرصة ان هم يكلموا ازاي ان هم لقوا البيئة المناسبة عشان يقدروا ان هم يشتغلوا في مصر. طيب يعني معالي الوزيرة، زي ما حضرتك ذكرتي دي النسخة السادسة، عايز اعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين يا فندم، خلال المؤتمرات اللي فاتت ازاي قدرنا نستفيد منها، ابرز المخرجات وابرز المكاسب والنتائج اللي خرجنا بيها وقدرنا نحققها كمان؟ الحقيقة الكثير من العلماء والخبراء على مدار الخمس مؤتمرات السابقة كان هناك في البداية تخوف الحقيقة، وإنه هذه المؤتمرات فقط للشوء الإعلامي، ولكن الجمهورية الجديدة وما تقدمه الدولة من تيسيرات وتسهيلات وفتح يعني مجالات لهؤلاء الخبراء للاستفادة منهم، هو ده اللي إدى الرسالة الجيدة لهؤلاء الخبراء إنهم يجوا. عشان كده يعني احنا بنحرص انه بعد كل مؤتمر مش احنا اللي نتكلم كوزاره للهجره، الوزارات الاخرى اللي استفادت من هؤلاء الخبراء هم اللي يكلموا. عشان كده على سبيل المثال هتلاقي دكتور وجيه المراغي ودكتوره هدى المراغي من كندا، ازاي ان هم قدروا يتعاونوا مع وزاره الانتاج الحربي وما زال الشغل لغايه النهارده. دكتور حسن مصطفى ايضا مع وزاره الانتاج الحربي، مع وزارة الكهرباء أيضا إطلاق أول أطلس شمسي لمصر بواسطة الدكتور هشام العسكري من لوس أنجلوس، مؤتمر الاستثمار والتنمية شفنا المهندس أشرف دوس من كاليفورنيا وعمل المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية. الحقيقة الكثير من الاستفادات اللي حصلت، وفي بعض يعني المشروعات والتبادل الخبرات اللي حصل سواء في وزارة البيئة، سواء في وزارة الكهرباء، الإنتاج الحربي، وزارة التخطيط، الكثير منهم إد من هذه الخبرات. وإن شاء الله في هذا المؤتمر يعني بتعد وزارة الهجرة زي فيديو تسجيلي بما تم من نتائج من خلال هذه المؤتمرات. هي يعني معالي الوزيرة يعني ذكرتي الهدف وراء سؤالي، هو فعلا أنه ممكن البعض يعتقد أنه هذه المؤتمرات هي مجرد عناوين أو لقاءات بتعقد، لكن زي ما حضرتك ذكرتي ليها نتائج أبعد من كده وأعمق من كده بكتير. بالتأكيد، والحقيقة أنه المصريين في الخارج ثقتهم رجعت في للدولة المصرية، يعني حبهم وولائهم الشديد ما حدش يقدر يشكك فيه، ولكن كانوا هم محتاجين القناة الشرعية اللي تقدر توصل صوتهم وتقدر تستفيد من خبراتهم. قرار السيد رئيس الجمهورية بعودة الوزارة، بس دي كانت رسالة للمصريين في الخارج ان القيادة السياسية تهتم بيهم وتثمن على دورهم، مش بس للاستفادة من الخبرات ولكن ايضا للتواصل وتلبية الاحتياجات والدفاع عن قضايا الوطن في الخارج. يعني هو مش فكرة قرار كمان عودة وزارة فقط يعني معالي الوزيرة، هو فكرة كمان جهود حضرتك في التواصل المباشر مع المصريين في الخارج، ده عزز الثقة كمان. لكن عاوز أعرف بقى تعزيز الثقة ده إزاي حضرتك بتقدري تستقطبي الجيل الثالث والرابع كمان تحديدا لمثل هذه المؤتمرات؟ أيضا تماشيا مع يعني الحقيقة دور اللي بتلعبه القيادة السياسية مع الشباب، وإحنا بنتكلم دلوقتي على يعني عهد ذهبي سواء للشباب أو للمرأة. أيضا التفتت وزارة الهجرة إلى شباب المصريين في الخارج، والحقيقة ده كان من ضمن البرامج اللي نفذتها وزارة الهجرة. صحيح. للشباب داخل الجمهورية احنا عملنا أو نظمنا أكثر من 20 برنامج ليهم، بنعرفهم بمفاهيم الأمن القومي المصري، تحديات الدولة المصرية، بيقابلوا وزراء، بيشوفوا الجمهورية الجديدة، بيشوفوا التطورات، يزوروا العاصمة الإدارية، يزوروا حي الأثمرات، يعرفوا مصر عشان يقدروا يدافعوا عن الدولة في الخارج ويعرفوا بلدهم أكثر وأكثر. إنما كمان إحنا غير الجيل الثاني والثالث اهتمينا أيضا بشباب الدارسين في الخارج، وحضراتكم عارفين إنه الطلبة في الجامعات في الخارج سهل جدا استقطابهم بأفكار متطرفة أو أفكار مضادة لاتجاهات الدولة. عشان كده أيضا التفتت وزارة الهجرة لهذه المسألة وأسسنا مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين في الخارج عشان نرد على كل الاستفسارات، ويقدروا ان هم لما يتسالوا داخل الجامعات عن اي قضيه داخل الوطن يبقى عندهم من الماده اللي يقدروا يردوا، يعرفوا ايه اللي بيحصل في بلدهم يعني بشكل عام. مظبوط. لسه امبارح كنت مخلصه جلسه حواريه مع الطلبه
في هولندا، والحقيقة الولاد يعني محبين جدا لبلدهم وعاوزين يعملوا الكثير. احنا عملنا يعني جلسات حوارية مع وزير الري طبعا علشان يفهموا قضية سد اثيوبيا، عملوا مع وزيرة التخطيط ايضا عشان يعرفوا اهداف التنمية المستدامة وتخطيط الدولة، ايضا مع وزير السياحة الاسبوع المقبل، ايضا مع دكتورة مايا مرسي للمجلس القومي للمرأة ودور المرأة في ظل الجمهورية الجديدة. فالحقيقة مع الشباب احنا يعني واخدين، اخذنا شباب الجيل الثاني والثالث، شباب الدارسين، واخيرا اطلقنا مبادرة لشباب رواد الاعمال في الخارج للشباب المصريين اللي قاموا ب يعني شركات، اسسوا شركات صغيرة لتبادل الخبرات، وعلى رأسهم وسفير هذه المبادرة مصطفى أنديل الشاب المصري في الإمارات العربية المتحدة اللي اسس شركة سويفل. نعم. معالي الوزيرة، بما أن هذه النسخة من مؤتمر مصر تستطيع تعقد تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة، عايزة أعرف من حضرتك مستهدفات هذه النسخة، وكمان التحديات اللي بتواجه قطاع الصناعة في مصر، وأبرز الخبرات اللي نستهدف كمان استقطبها عشان تقدر تفيدنا هنا في مصر في مجال الصناعة بكل تأكيد. يعني الحقيقه زميلتي العزيزه دكتوره نيفين جامع يعني هي اقدر في الرد على هذا السؤال فيما يتعلق بتحديات الصناعه وتوطين الصناعه في مصر. انا دوري ان انا باخد المحتوى، وده الحقيقه في وزاره الهجره احنا عددناه وهو تجهيز هذا الملف علشان اقدر من كل صناعه موجوده في مصر زي صناعه المنسوجات، طبعا معانا وزاره القطاع الاعمال، وانا اسفه ان انا نسيت ان انا اذكرها، انما بناخد من كل وزاره ومن كل جهه ما يتعلق بصناعات غذائيه، صناعات منسوجات، صناعات طبيه، صناعات سيارات، وبناخد ما تقوم به الدوله من جهود. وبيبتدي المؤتمر الحقيقه من قبل ما يعقد في مارس، بصفه ان احنا يعني نحيل هذا المحتوى اللي تم الاتفاق عليه مع الوزارات المتخصصه في مجال الصناعه، والعلماء او الخبراء اللي هيجوا يشاركوا هيختاروا الموضوع اللي عايزين يتكلموا فيه، بصفه ان هو يجي يضيف لي، مش هيكرر اللي انا بعمله في الدوله، ولكن انا كخبير في مجال الصناعه وبتكلم عن صناعه المنسوجات على سبيل المثال، فانا بشوف ان وزاره الهجره بعته لي كمحتوى لصناعه ما قامت به حتى الان الدوله في صناعه الغزل والنسيج، وانا كخبير اقدر اقول انا هتكلم في النقطه دي. وعلشان كده احنا بنعد هذا المؤتمر من ناحيه المحتوى قبل انعقاده عشان الدوله تستفيد من هذه الخبرات. يمكن يا فندم ده بيعكس الحقيقه حاله التناغم بين الوزارات والاستفاده كمان من الخبرات، عشان احنا يعني زي ما حضرتك قلتي بنشتغل على هدف واحد وهو التنميه والاستفاده من الخبرات المصريه الموجوده في الخارج. انا الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا معالي الوزيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج، بشكرك على كل هذه الايضاحات.